يا جماعة أنا مش عارفة، خايفة أعلي صوتي وهو صوته مغرق الدنيا. أنا خايفة دلوقتي، أنا لسه مخلصة درس وصاحبتي جابتهولي هدية، أحلى هدية في الدنيا بجد. ايه هو هيموت ويطلع؟ وكان خايف من شوية بس أخد عليا تقريبا. طيب يا روحي، دلوقتي هخش اجيب ماما، انا خايفة من ردة فعلها، انا كل شوية جالها بمصيبة، ف شوف ردة فعلها بقى، انا خايفة اوي. ماما لابسة حاجة يا ماما؟ نعم بصور. لا ما تجيبنيش، مش لابسة حاجة. طب البسي اسدالك ولا اي حاجة؟ عايزة ايه كمان؟ البسي اسدالك بصور. بصوري ايه كمان؟ بصور، البسي اسدالك عشان بصور فيديو. لا يلا دلوقتي. لبستي؟ لسه. اسكت فضحت انا، يخرب بيتك. ليو هسميه ليو، احلى ليو في الدنيا يا ليو. بصور الحصة. بتصوريني؟ ايه الفيديو؟ بتضحكي على ايه يا هبلت؟ ايه؟ بص بص عليا. مين ده؟ منين ده؟ مين ايه؟ خدي يا ماما في ايه؟ ايوه ايه ده يعني؟ ايه ده؟ الله بتاع مين ده؟ بتاعي. بايه؟ بتاعي. امسكي. طب ما حرام عليكي لسه صغنن. يعني بتاع مين؟ انت عشان كده تقولي البسي جبتيه منين ده؟ جبتيه منين وازاي؟ بصي هو حبك خلاص، هو مش عايز يسيبك. احيي سامع سيزن؟ مش هيحصل. هيحصل افهمي. لا لا والله العظيم ده العفاف ده، هتقوم مهرجانات. انا عايزه مهرجانات. مش والله ما هينفع. لا بدلنا. مش هيعيشوا سوا. هيعيش. انا ببص هو شامم ريحتها عشان هيعيشوا. انت سامعه بقول لك شامم ريحتها بيعمل ايه جوه؟ ايوه مش هينفع. هينفع هياخدوا على بعض. والله ما هينفع. هياخدوا على بعض. مين اللي هياخدوا على بعض؟ هو ليو. مفيش كلب بياخد على قطه. ليو وسيزر. ومين؟ ليو. لا هو ولد؟ ده جالي فين يا بنت؟ لا جنة اللي كانت معايا في الدرس جابتهولي هدية. وايه جنة؟ ايه جنة؟ يعني ايه؟ مين قال لك يا جنة ان احنا عايزين هدايا يا جنة؟ هي ورا؟ لا نزلت؟ بتهرب. يعني هي رمت وهربت. هتلاقي مامتها مزعقالها ومسرباها. لا وهي جت عندها 7 قطط في البيت. لا يا شيخ. ايوه قطتها ولدت وفطمت وجابت لي واحد. مش هينفع. هينفع. سيب يلد. مش هينفع. هينفع. مش هينفع. لا 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 لا. هينفع والله. بصي علشان ما نزعلش ما تنرفزنيش عشان ما نزعلش من بعض. هينفع. مش هينفع الموضوع ده خالص. هينفع. لا شيليه من مخك. لا. انا خلاص نازلة. شيليه من مخك. انا نازلة. القطط انا القطط ما بتمشيش معايا في البيت ما بتنفعش. انا ما بتخربش لي القماش بتاع الفرش وبتخربش لي الخشب. مش هينفع. هينفع. طب مش هينفع. هينفع. لا انا بتكلم ليه؟ وخليتي البنت روحت. ايوه روحت قبل ما 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 ما, ما نعمل واشوفه عشان ما تاخدوش وانا نازله. اتصلي بيها ترجع تاخده. لا ما اخش البابا. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ده ليو. ليو؟ اه. ايه ده؟ نعم مش هينفع. حلو ادي. حلو حلو القط. انت منين ده؟ جنة جابته. مين جنة؟ صاحبتي كانت معايا في الدرس. صغنن لسه. صغنن انت على يعني؟ اه اديته لك؟ اه قطتها ولدت وفطمت وجابت لي واحد. يا بابا
انا اقص شعري وماما تقعد تزعقلي وبابا يقول لي جميل اجيب قط. يعني بتاعنا هو ايه بتاعنا يعني هاني؟ هاني وانت كل حاجه مهودها يا هاني؟ هو ايه حلو؟ حلو مش حلو؟ مش حلو ليه؟ لا يمشي شبه مش هيرتاح مع التاني. اسمه ايه؟ بيجو. بيجو شبه بيجو. مش هيرتاح مع الزفت اللي جوه ده. انت سامع؟ انت سامع؟ سامع ازاي؟ قول لي بقى هنعيش ازاي احنا كده؟ هياخدوا على بعض هياخدوا على بعض. مين اللي هياخدوا على بعض؟ امشي يا بنت ودي الكلب بس اللي بتصور. امشي يا بنت ودي الكلب ده لاصحابه ولا بتاع ده لاصحابه؟ لا يا ماما انا مش عايش في كده من الحيوانات هنا. انت جابت لك كلب وتمني جابت لك قط. يا هاني مش هينفع يا هاني انا مستحمله التاني بالعافيه. المره الجايه عمرو هيجيب لك سلحفه. هو انت حلو عينه؟ انا عايز سلحفه. انا اللي عايز سلحفه. لا انا عايز سلحفه هجيب لك. طب انا مش موافقه على القطه دي تقعد في البيت. بص ده بصي. نعم بص بيلي 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 بيلي. انتوا بتهزروا معايا صح؟ مش هيقعد صح؟ لا بتاعنا يا ماما بتاعي خلاص تقع عندها. الله يبارك لي انا اتمنى انا ايه ده؟ بتاعي ده ولا ليو ليو؟ جعان جعانة؟ ماما اعملي له اكل. بس مش السم اللي سامك اكل مين اللي عمل؟ مشكلتهم في الخربشه. ربنا ما هو يعني مشكله القطط في الخربشه. تعالى هنا خد. هاي بابا ماما هتمشي واحنا مش موجودين. مشي واحنا مش موجودين. ايوه من امتى بقى بتنزل زي ما عملت في كوكي وبكا بوزة؟ عيش ازاي هنا في البيت ده؟ عيش ازاي هنا؟ هننزل نجيب لها حاجات بقى. بصي جميل. بصي جميل ازاي؟ جميل بس مش هيقعد في البيت. ليه؟ معلش احسن اشرب. لا بص بقى عشان تبقى عارف القطط غداره وبتخربش. هو احنا اول مره عملت فيها ما بيطمرش فيها. اول مره غبي قطط ماشي وانت عندك سكر. يعني الخربشه منها؟ ها؟ لا الخربشه منها سامعني؟ انا مش هاجي جنبه. لما مش هشكي جنبه يقعد ليه طيب؟ حرام عليكي انا مش مستحمله حرق الدم يا بنتي. حرام عليكي هو مشيه وديه لاصحابه يا بنتي. هو انا كل ما اعمل حاجه تقعدي تعملي يا بنتي كدا. انت عامله لك سودا وانت بتعملي حاجه عدله؟ انت بتعملي ايه عدل؟ ما بابا هو عادي وقاعد وبيستقبل مصايب بنفس راضيه. بيستقبل مصايب مش عايزه حيوانات كله يمشي. ايه رايك؟ لا يعني ايه؟ يعني ايه؟ تمني هزعل منك. ماما قعدت تقولي كده مصيت شعري والدنيا مشيت عادي برضه. انت خدتي على كده يعني تعملي كل كارثه وكارثه والدنيا بتمشي. انت ليكي حق تعملي اكتر من كده. تعالي معانا يلا جيبوا لي حاجه. ما بنزلش ما بروحش اجيب حاجه لحد وياك حاجه تخش البيت. انا هنزل اجيب له بيته واجيب له رملته يلا خش البس. يلا قسما بالله العظيم ما هاجي جنبه ولا هعمل له حاجه ولا هنضف ولا هتشيل جنبه. هنجيب له البتاع اللي هما بيخربشوا فيه بجد والله. امسكي وديه صاحبته. الله العظيم وديه صاحبته. لا يا بنتي هننام ازاي وهنعيش ازاي يا بنتي في الدوشه دي؟ انا داخله اجيب ال ما خلاص يا هو في ايه؟ يلا يلا نروح نجيب له حاجته ونيجو بقى. ماشي مش عايزه حاجه؟ اجيب لك نسناس من عند الراجل؟ بابا نجيب سلحفه. نجيب سلحفه. جيب له سلحفه. مش عايزه حاجه. انا عايزه سلحفه. جبتي سلحفه؟ لا مش عايزه. طب بغل؟ مش عايزه حاجه. هو بيعمل ايه؟ بص انا مش عايزه حاجه. انا هفتح اكتب بره على الباب. حديقه حيوان. زازو؟ زازو؟ عشان اللي يجي يبقى عارف نفسه داخل فين. بصي بيضيعوا الكرنات اليومين دول على انها بيوت لفطر. بصوا النبي ده بيت. انت هتعملي له اسبوع؟ يا ربي حلو. انا هحطه في الليتر بوكس واعمله فين الرمل؟ وريني بص الرمله. بص والنبي بكام ده؟ بكام؟ دي ب 280 جنيه؟ ودي ب 20. وايه بقى دي يعني عشان ايه؟ عشان تعرفي مكانه فين؟ ايوه مش هلاقيه عشان اسمع صوته. جبت الرمله باللافندر. وجبتش الرمله باللافندر. نسينا الجاروب بتاع الرمله. الجروف اللي بتنقل منه. بص النبي بص الرمله بتاعته عشان بيعمل فيها بيبي. انت ليه بتعملي فينا كده؟ شايفاني؟ شايفاني؟ صوتي عامل ايه؟ الحمد لله. صوتي رائد فضاء. ها؟ رائد فضاء. شايفاني؟ شايفاك يا هاني. فين دايو؟
شايفاك وخليك كده مهودها. ما في لوت ده مش هيعمل صوت. ايوه اهو شفته فين؟ تعالى بص مزنوق. دخل ازاي ده؟ دخل جوه ازاي؟ زنق نفسه؟ خدي نفسي دي بقى يا روح. عايز ايه؟ ايه؟ تعالى البس يا اخويا الشبكة. ايه يا دوب هو في رقبة؟ انت عايز تتضايق كده؟ لا دي تبقى تحت. امشي شكلك. يلا حطي له حطي له حاجته بقى، حطي له رملة. يا جماعة توأجد دلوقتي. ايه يا ليف؟ انت عملت نومنا من ساعة ما جبتك. ماما توأجد دلوقتي يا سامعين صوت سيزار عشان توأجد وكده. هناخد رد فعلها دلوقتي على ليف. ده ليو. ده مين؟ ايه؟ ايه؟ انا مش اخدع على الهدوء ده، عندنا كائن بيجعر في البيت ليل نهار. ايه ده مش اخدع عليها. لا وبيغير على فكره. بيغير طب بص يا توا عشان هو نايم عشان ما يتفجعش. هو مش نايم، هو صاحي. انت صاحي؟ قوم يا ليو اجري اجري. توقع توقع. شايف الهدف؟ يا لهوي على فرق. الهدف هو لا 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 يا توقع. لا يا توقع. لا يا توقع. لا يا توقع. توقع بالله عليك يا توقع. والنبي يا توقع بالله عليك. لا يا توقع. لا هو مش شايفه. هو مش شايفه. هو مش حقه. هو بيدور عليه. سيزا ايه توه حرام عليكي خايف. سيزا توه ولا بدا ولا لا يا توه. بصي يا سيزا خلاص فهم توه ليه هيقع. مش هيقع.